علاش اسرائيل حنا كنا واخدين منها موقف ما صوتش على علينا حنايا ما صوتش على امريكا باش تخلي كلشي ينقاد وهادو اللي مسلمين ودم وكنحجوا عندهم وكلشي ودرنا بحاله راه حشومه عليهم وعيب الله ياخذ فيهم وانا تنشوف غير هنا قالوا لنا بلي الرئيس ديال الاتحاد ديال غينيا قال لك هو ما صوتش كاع على امريكان وكيفاش ولا الصوت ديالو تحسب على امريكان كي جاتكم روسيا روسيا مزيانه الحمد لله ودوزنا وقيت بلد اقتصادي قائم ديالو بلد غادي في الصمت غادي في الصمت منتوجات رخيصه المعيشه رخيصه الناس كلهم كالم الناس كيبان لك انهم ناس مثقفين كيبان لك انهم كيحترموا